انا تنهضر غير ديال الناس نهار الاول باش وقعت الجريمه، علاش مادام كاتب شي حاجه ما كايناش؟ يقول حق واحد السيد قاتل ولادو والعساس مقتول سي، راه عزز الناس اللي ميتين ماشي سبعه، والكلاب تيقول لك مقتولين، داكشي كذوب. الكلاب ما مذبوحين، شو العساس ما مقتولش، راه هو في لافيراي، وبان تقول لك بان راه ولدهم اللي قتل، ولدهم هو اللي هازهم وهو اللي خدام، ويلاه ولد وليد عنده 40 يوم ويلاه دار احسن اسبوع بان غادي يقتل، والنهار اللي غادي يموت فيه راه مشى هذاك النهار لعند نسابو تعشى عند نسابو وجاي شاري الطوموبيل باش يقول لهم الطوموبيل انا راه شريتها ويوريها لهم وتعشى عند نسابو وجاي باش يقول لك نور الدين قتل احسن راجل في الدنيا هو نور الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا أخوكم يعود إليكم من جديد. قبل ما غادي نبداو هذه الحلقة ديالنا اللي أول مرة يشوفنا معلي يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد. غادي نخليكم الانستغرام ديالي هنا، مرحبا بكم. غادي نخلي لكم إخوان المشاهدين قناة الاحتياطية كندير فيها اللايفات حتى هي، نتمنى إن شاء الله كاملين تدخلوا تشتركوا فيها وما تنساوش تدعموا هذه القناة إخواني المشاهدين، وشكرا على الدعم ديالكم، شكرا على اللايكات وعلى الديزلايكات ديالكم، مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناة ديالكم سيمو جيرماني فلوغ. أما في تفاصيل هذه الحلقه الاولى الاخيره شفنا واحد الضجه اللي واحد الفاجعه اللي هزت واحد المجزره اللي هزت مدينه سالا اللي هي حي الرحمه اللي معروفه اخوان المشاهدين بالمخدرات والاجرام ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، مع العلم ان السلطات المغربيه والقضاء المغربي والشرطه كدير اكثر من جهده ما كتنعش الليل باش تفك لغز هذه الجريمه. وغادي اخواني المشاهدين نوضح لبعض المشاهدين بعض الاسئله اللي كانوا طرحوها عليا وبعض التساؤلات وبعض الناس اللي كتسب في لي كومونتير اخواني المشاهدين، وغادي نرد على بعض يعني العائله تاع البنت ديال هذه الفاجعه اخواني المشاهدين. خرجت في الاونه الاخيره وقالت يعني راه مازال ما شدوا حتى واحد ومازال ما عرفنا حتى شي حاجه ومازال ما عرفنا، ولكن اختها هذه واحد الرساله موجهه لك انت، يعني كما نقولوا في الباديه في العروبيه ما عارفه حتى شي حاجه، شكون اللي كيدير الخدمه ديالو وشكون اللي ما كيجري، كتجيهم من الفوق يعني كتقول لهم كيقول لهم يعني فكوا لنا هذا اللغز ديال هذه الجريمه هذه، شكون هذا الناس يعني، والناس راه كتحقق مع بزاف ديال الناس، هذه راه جريمه بشعه، يعني انت ما عارفاش ولا انتم ما عارفينش ما غاديش تعرفوا، وحنا متبعين هذه القضيه هذه اكثر ما متبعينها مالين الفاجعه اللي صارت لهم الله يرحمهم وميتوهم الجنه، حنا كندعيو معاهم بالرحمه، يعني حنا متبعينها اكثر ما متبعينها انتوما في الاونه الاخيره اخواني. يعني كيقول لك اودي ما شدوا 14 لواحد، لا راه كل شيء فيه سريه، الحوايج فيها لاديستي، الحوايج العصابه كبيره، يعني واش غادي نقول لكم اخواني المشاهدين، القضيه كبيره بزاف، قضيه اخواني المشاهدين كبيره بزاف. في الاونه الاخيره شتنا اخواني اخواتي الكرام عدد الموقوفين يصل الى 14 سخط، وتطورات جديده في قضيه مجزره
تعالى. وأفادت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية سال بالتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهاز ديسي الذي دخل على الخط قامت بتحديد هوية 10 أشخاص آخرين اشتبه بضلوعهم في جريمة حي الرحمة، وذلك بعد إيقاف 4 أشخاص مشتبه بهم سابقا اللي هي 14 لواحد، مما يفيد أن الجريمة مدبرة بعناية وشارك فيها العديد من المشتبه به. تحضير خطة التصفية والتنفيذ وإخفاء معالم الجريمة، حيث من المتوقع أن تكشف حقيقات عن مفاجآت أخرى تخص دوافع اقتراب هذه المجزر. إخواني أخواتي الكرام، يعني هذه القضية كبيرة بزاف. أما بالنسبة إخواني أخواتي الكرام، غادي يعني سمعنا واحد يعني احنا ما غاديش نجبدوا غير مخنا، يعني احنا كنتبعوه داك الشيء اللي كيقولوه المنابر الإعلامية. المنابر الإعلامية إخواني المشاهدين هما الولا اللي كيكتشفوا بعض كما نقولوا المقالات اللي كيجيبوهم يعني عن كما نقولوا بدراية وعن كما إخواني المشاهدين بصدق يعني، وبعد اختين من بعض يعني واحد المنابر اللي ما معروفينش اللي هما كيكذبوا في العناوين باش يجيبوا المشاهدات. ولكن إخواني أخواتي الكرام، مع العلم أن عيط العس يعني داروا واحد كما نقولوا واحد الحملة اللي هي الشرطة وديس إخواني المشاهدين عيطوا جميع العائلة ديالهم، داروا معهم البحث يعني واحد البحث اليوم صارم، عيطوا العساس إخواني المشاهدين. يعني في الأونة الأخيرة صحابنا حنا العساس تم الاعتقال دياله، مع العلم أن هذه الحاجة اللي حيرتني أنه عساس حدا الدار يعني في ديك الحومة هذه، يعني ما سمعت قرقيف، ما سمع حريقة، ما سمع ذبيحة، ما سمع عوا، ما سمع حتى شي حاجة. لأن ملي كتشوف أنت واحد الجريمة يعني غادي يقتل واحد وهما 6 ديال الأشخاص، طفل يغوت، واحد اللي داك الطفل القاصر يغوت، اللي عنده 40 يوم يغوت، يقدر الأم تغوت، الآخر يعني جيران، واش ما سمعوش يعني الغوات؟ العساس ما سمعش الغوات اللي هو وحده في الحومة، مع العلم أن يعني الشرطة والدي سي دايره معاه واحد كما نقولوا استدعاته الجيران ديالو، استدعاته واحد الجارة ديالو باش يديروا معاهم التحقيقات. اللي حنايا يوتيوبر حنا ما غاديش ندخلوا في الشخصيات ديال الدولة، ولكن هما راهم يعني كيعيطوا للناس كيديروا معاهم البحث، يعني يقدروا حاشاكم قطة يديروا معاها بحث الا كانت تهضر اي حاجة اي خيط يقدر يجبد لهم المجرم. كاميرات المراقبة يعني قطعوا لهم سلوكة، مع العلم الباب البيبان ما مهرسين حتى شي حاجة، ما مهرسة اخواني المشاهدين. دخلوا يعني مانيش عارف واش دخلوا مع الباب واش دخلوا مع كذا، على العلم داروا تحقيقات مع العائلة كاملة. لان راكم شفتوا في الاونة الاخيرة قالوا بان الابن ديالهم هو اللي قتلو في واحد المنابر الاعلامية، ولكن احنا ما عرفناش عارفين، الله سبحانه وتعالى هو اللي راه عارف. مع العلم ان اخواني المشاهدين هذوك الناس داو سرهم معاهم، السر ديالهم داوهم معاهم اخواني المشاهدين. اي حاجة تقدر يعني في الاونة الاخيرة هنا، بحال مثلا واحد الجريمة صرات هنا في المانيا السيمانة اللي فاتت، اقسم بالله العلي العظيم اخواني اخواتي الكرام، ويقدروا هادو اللي هنا في المانيا اللي متبعيني المتتبعين اللي ساكنين هنا في المانيا يكونوا سمعوها، صرات نفس المجزرة اللي صرات في سلا صرات هنا في المانيا. غادي نقول لكم كيف اخواني المشاهدين. هاد السيد هذا قتل مرته، قتل ولده، قتل ولاده، قتل الجده ديالو، قتل مهم قتل العائله ديالو كامله، حتى هما يعني مكونه من شي 5 ولا ديال الافراد ديال العائله، وفي التالي من كملهم قتل راسه. يعني علاش الشرطه وعلاش الناس شاكه في هاد الشيء؟ قالوا مع العلم يقدر يكون الابن ديالهم اللي قتل وقتل راسه، ولكن انه شافوا قال لك الجثه ديالو هو كاع متقب. ولكن حنا يعني كما كنقولوا نعاونوا، نقدروا اي حاجه نعاونوا بها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي عارف. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي تفاصيل هذه الحلقه، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، ضغطوا على زر الجرس باش تكون جديد الى فيديو قادم ان شاء الله. اي معلومه اخواني المشاهدين جديده سوف تتواصلون بها ان شاء الله انتم الاولى. ما تنساوش، شكرا على التعليقات ديالكم، بغاو يكونوا زينين ولا خايبون، شكرا على اي حاجه كتكتبوها لان كنقرا كل شيء تعليق ديالكم. تحياتي.